بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله في درس من دروس الرياضيات 5 في موضوع إثبات صحة المتطابقات المثلثية. اليوم إن شاء الله راح نكمل هذا الدرس بأخذ القاعدة الثانية لإثبات المتطابقات المثلثية وإثبات صحتها. أيضا راح أخذ بعض التمارين المهمة في هذا الموضوع. هيا بنا. إثبات صحة المتطابقات المثلثية، مثل ما ذكرنا أمس يا أحبة، عندنا طريقتين لإثبات صحة المتطابقات المثلثية، وقلنا حنا الطريقة الأولى هي تحويل أحد طرفي المتطابقة، نبسط أحد طرفي المتطابقة حتى يصبح الطرفان متساويان. إما أنك تبدأ من الطرف الأيمن أو تبدأ بالطرف الأيسر، بمعنى لما أجي أبدأ بالطرف الأيسر أحلل الطرف هذا، أبسط الطرف هذا وأشوف في النهاية هل هو يساوي الطرف الأيمن أم لا. برضو في النهاية أو في العكس، أبدأ من الطرف الأيمن وأحلل الطرف الأيمن وأشوف في النهاية هل هو يساوي الطرف الأيسر أم لا. بعد ما أخلص وبعد ما أتأكد أنه يساوي أن الطرف الأيمن يساوي الطرف الأيسر، أتحقق الآن من أن المتطابقة هذه صحيحة. هذا بالطريقة الأولى. الطريقة الثانية تحويل طرفي المتطابقة، نبسط العبارات بالاستفادة من المتطابقات الأساسية، يعني تبدأ بالطرف الأيسر وتشوف كم يساوي، وبرضه بالطرف الأيمن، يعني هنا تروح تبسط جميع الطرفين. ممتاز، تبسط طرفي المتطابقة ثم نحلل أو نضرب كل من البسط والمقام بالعبارة المثلثية نفسها. أيضا راح أكتب كل طرف بدلالة كل من الجيب وجيب التمام، يعني الساين والكوساين فقط، ثم نبسط المقدار بقدر المستطاع. كل هذا يا أحبة بشرط أنك تكون عارف القواعد الأساسية اللي أخذتها سابقا، قواعد المتطابقات للمقلوب، النسبية والزاوية المتممة والزوايا الزوجية والفردية. تعالوا نشوف ونستذكر القوانين اللي أخذناها سابقا. تذكر أنه لا تنفذ أي عملية جمع وطرح وضرب وقسمة على طرفي المعادلة التي يطلب إثباته أنها متطابقة، لأن خصائص المساواة لا تنطبق على المتطابقات. ليش؟ لأنك أنت تبدأ بطرف، فأنت راح تلعب في الطرف هذا بدون ما تقعد تضرب وتقسم، بس أنك تشيل قاعدة وتحطها مكانها قاعدة ثانية. إذن هذه إخوان القوانين المهمة اللي عندي. قانون المتطابقات النسبية، تان ثيتا يساوي ساين ثيتا على كوساين ثيتا، حيث أن المقام لا يساوي صفر. كوتان ثيتا يساوي كوساين ثيتا قسمة ساين ثيتا، حيث أن المقام هذا لا يساوي صفر. فيثاغورس يا شباب، كوساين تربيع ثيتا زائد ساين تربيع ثيتا يساوي واحد، تان تربيع ثيتا زائد واحد يساوي سيك تربيع ثيتا، كوتان تربيع ثيتا زائد واحد يساوي كوسيك تربيع ثيتا. أما متطابقة الزوايا المتتامة أو متممة الزاوية ساين، ساين المتممة يساوي كوساين ثيتا، كوساين المتممة يساوي ساين ثيتا. العكس، تان المتممة يساوي كوتان ثيتا، أما كوتان المتممة يساوي تان ثيتا عكس الكوتان. أما الزوايا الزوجية والفردية اللي هي إيش؟ ساين سالب ثيتا يساوي سالب ساين ثيتا، كوساين سالب ثيتا يساوي كوساين ثيتا، السالب هنا موجب. أما التان سالب ثيتا يساوي سالب تان ثيتا. طيب الجميع يستفسر كيف راح أستخدم هذه القوانين لتبسيط العبارات، كيف راح أستخدم هذه القوانين لتبسيط العبارات. أثبت صحة كلا من المتطابقات الآتية. الآن راح أثبت صحة كل من المتطابقات الآتية. لاحظ معي هنا، كوساين تربيع ثيتا زائد تان تربيع ثيتا ضرب كوساين تربيع ثيتا يساوي واحد. لاحظ معي في هذه الحالة أنا إيش راح أعمل؟ راح أبدأ من الطرف الأيسر، وبالتالي لاحظ معنا هنا هذا هو إيش؟ هذا هو الطرف الأيسر. ممتاز، راح أكتب الطرف الأيسر كما هو. إذن بداية من الطرف الأيسر، كوساين تربيع ثيتا زائد تان تربيع ثيتا مضروبة في كوساين تربيع
ثيتا. لاحظ معي أنا راح أبدأ فيها وأشوف في النهاية هل هذا الطرف اللي على اليسار يساوي واحد ولا لا. طيب أنت عندك قاعدة سابقة تقول أنه في عندك هنا إيش؟ في عندك هنا عامل مشترك. إذن راح أخرج العامل المشترك. لاحظ معي كوساين تربيع ثيتا افتح قوس، لما أشيل الكوساين هنا راح يكون واحد زائد إيش؟ كوساين تربيع طلعناها برا، بقى عندك واحد زائد تان تربيع ثيتا. لاحظ معي الحركة إيش عمل هنا؟ بإخراج العامل المشترك. طيب ما هو العامل المشترك؟ اللي هو كوساين تربيع ثيتا، طلعناه برا. ممتاز. الآن عندك هنا كوساين تربيع، طبعا هنا يساوي، عندك هنا كوساين تربيع ثيتا مضروبة بالواحد زائد تان تربيع ثيتا. أنا عندي قاعدة سابقة تقولي إن الواحد زائد تان تربيع ثيتا إيش تساوي؟ الواحد زائد تان تربيع ثيتا يساوي سك ثيتا. إذن لاحظ معي من خلال قاعدة سابقة أخذتها أنا، الواحد زائد تان تربيع ثيتا يساوي سك تربيع ثيتا. هذه من متطابقتها إيش؟ فيثا غورس. إذن ليش ما أشيل هذه كلها وأحط مكانها إيش؟ سك تربيع ثيتا. إذن كوساين تنزل مضروبة في إيش؟ في سك تربيع ثيتا. ممتاز. يساوي، طيب الكوساين تربيع تظل كما هي، السك تربيع ثيتا إيش تساوي؟ هذه من إيش؟ من متطابقات المقلوب. لاحظ أن السك تربيع ثيتا يساوي واحد على كوساين تربيع ثيتا. إذا ليش ما أشيل السك تربيع ثيتا وأحط مكانها واحد على كوساين تربيع ثيتا؟ إذا تنزل الكوساين تربيع ثيتا هذه كما هي، كوساين تربيع ثيتا مضروبة في الواحد على كوساين تربيع ثيتا يساوي. لاحظ معي هذه مقامها واحد، اضرب البسط في البسط المقام في المقام، كوساين تربيع ثيتا على كوساين تربيع ثيتا شو يساوي؟ يساوي واحد. هذا هو ايش يا شباب؟ هذا هو الطرف. ماذا؟ الطرف الأيمن. ممتاز. هذا هو الطرف الأيمن. لاحظ معي حنا ابتدينا من الطرف الأيسر وانتهينا بإيش؟ بالطرف الأيمن. إذن هذه المتطابقة صحيحة، وبالتالي المتطابقة صحيحة. إذن المتطابقة وش فيها؟ هي صحيحة. هذا حل السؤال اللي عندك هنا. لاحظ معي حليت السؤال وأثبتت أن المتطابقة صحيحة باستخدام القواعد اللي أخذتها سابقا. استخدمت كم قاعدة عندي يا شباب؟ استخدمت فيثاغورس، واستخدمت قاعدة إيش؟ قاعدة السك تربيع ثيتا اللي هي إيش؟ اللي هي متطابقات المقلوب. لاحظ معي هنا طبعا بنفس الطريقة راح أحل سؤال آخر باستخدام نفس الطريقة وباستخدام القواعد اللي أخذتها سابقا، اللي هي قواعد المقلوب والنسبية وفيثاغورس على النحو التالي. لاحظ معي هنا السؤال الآخر بنفس الكلام، عندك كوتان ثيتا ضرب كوتان ثيتا زائد تان ثيتا يساوي كوسيك تربيع ثيتا. دائما يا إخوان نبتدئ بإيش؟ نبدأ دائما ايش؟ بالطرف الاكثر ايش؟ الاكثر تعقيدا. طيب هنا يا اخوان في السؤال هذا ما هو الطرف الاكثر تعقيدا؟ نلاحظ ان الطرف الاكثر تعقيدا هو ايش؟ الطرف الايسر. ابدا العب فيه، العب في الطرف الايسر. هذا هو الطرف الايسر. اذا ابدا العب فيه، ابدا فيه اللي هو كوتان ثيتا افتح قوس كوتان ثيتا زائد تان ثيتا.
لاحظ معي انا بديت بالطرف الايسر، ببدا العب فيه، راح اوزع الكوتان، كوتان في كوتان وكوتان في تان، ممتاز، يساوي بالتوزيع بتكون عندي كوتان في كوتان ثيتا في كوتان ثيتا بكوتان تربيع ثيتا، ممتاز، كوتان ثيتا في تان ثيتا بكوتان ثيتا تان ثيتا. إذا لاحظ معي زائد تنزل كوتان ثيتا ضرب تان، وش فيها ثيتا، لاحظ معي كوتان تربيع زائد كوتان ثيتا في تان ثيتا، هذا يقوم بإيش؟ باستخدام قاعدة التوزيع. طيب أنا عندي قاعدة سابقة، إيش تقول لي؟ إن الكوتان، لاحظ معي من خلال قاعدة سابقة راح أكتبها هنا، الكوتان ثيتا يساوي واحد على تان ثيتا، أيضا التان ثيتا يساوي واحد على كوتان ثيتا، أيضا التان ثيتا يساوي ساين ثيتا على كوساين ثيتا، أيضا الكوتان ثيتا يساوي كوساين ثيتا على ساين ثيتا. أنت الآن قدامك القواعد اللي أمامك، تقدر تخلي هذه كما هي، اللي هي كوتان تربيع ثيتا زائد الكوتان ثيتا، تقدر تخليها إما واحد على تان، والتان تخليها كما هي، أو تخلي الكوتان هي كوساين على ساين، والتان هي ساين على كوساين، تروح معها يطلع عندك في النهاية واحد. إذن راح أشيل التان هاي ثيتا أو الكوتان ثيتا، وأحط مكانها إيش؟ الكوتان ثيتا، أحط مكانها كوساين على ساين، إذن خليها كوساين ثيتا على ساين ثيتا، ممتاز؟ برضو ضرب التان ثيتا هي إيش؟ هي ساين ثيتا على كوساين ثيتا. إيش تلاحظون يا شباب؟ إن الساين هذه مع الساين تروح، بتختصر واحد، والكوساين هذه مع الكوساين تروح، يبقى عندك في النهاية كوتان تربيع ثيتا زائد واحد، وهذه من متطابقات فيثاغورس، نجد أن الكوتان تربيع ثيتا زائد واحد يساوي كوسك تربيع ثيتا. إذا ليش ما أشيل هذه وأحط مكانها كوسك تربيع ثيتا؟ طيب هذا هو إيش؟ هو الطرف الأيمن. لاحظ معي إحنا بدينا بالطرف الأيسر وانتهينا بالطرف الأيمن. هذا الطرف الأيسر باستخدام القواعد السابقة اللي أخذناها، إحنا بدينا بالطرف الأيسر وانتهينا بالطرف الأيمن، هذه كلها باستخدام القواعد السابقة اللي أخذتها، اللي هي المقلوب والنسبية والزوجية والفردية، أيضا متممة الزوايا. إذن هذا الحل اللي عندي، طبعا تقدر تكتب أنت هنا، إذن المتطابقة وش فيها؟ صحيحة. ليش؟ لأنك أنت بادي يسار ومنتهي وين؟ منتهي يمين. طيب لو واحد بدأ يسار وانتهى يمين، إما أن حله خطأ، في عنده إشكالية في الحل، أو إن أيضا المتطابقة ليست صحيحة، فأنت لازم تتأكد من استعمال القواعد اللي عندك. واضح يا شباب؟ طيب ناخذ أيضا سؤال آخر باستخدام المتطابقات اللي أخذناها سابقا، راح أحل أيضا السؤال اللي أمامي هنا. طبعا في السؤال هذا استخدمنا إيش؟ استخدمنا فيثاغورس، واستخدمنا أيضا متطابقات النسبة. تعالوا نشوف السؤال الآخر، هذا سؤال آخر أيضا، أثبت صحة هذه المتطابقة. طبعا هنا يقول لك واحد زائد سك تربيع ثيتا ضرب ساين تربيع ثيتا زائد يساوي إيش؟ يساوي سك تربيع ثيتا. نلاحظ الحل، نلاحظ أن الطرف الأكثر تعقيداً هو إيش؟ هو الطرف الأيسر. طيب إذن أبدأ بإيش؟ أبدأ بالطرف الأيسر. إذن الطرف الأيسر بعض الأحيان يكتبونها إيش؟ بعض الأحيان نكتبها left hand side، يعني الطرف الأيسر، نختصرها
بالـ LHS أو Left Hand Side الطرف الأيسر. أنت حر في كتابة هذه المعلومة. بعضهم يقول والله ما رح أكسبها أنا، أقولك أنا سوي اللي تبغى، أهم شيء أنك تبدأ بإيش؟ بالطرف الأكثر تعقيداً اللي هو 1 زائد سك تربيع ثيتا ساين تربيع ثيتا. طبعاً هنا يا إخوان أنا رح إيش أعمل؟ رح أستنتج علاقة بين السك والساين، أو أن نخليها سك. هذه هي إيش؟ السك هي إيش؟ السك هي واحد، أو هي واحد على كوساين. السك هي واحد على كوساين، وبالتالي من خلال المتطابقات اللي أخذتها هذه قاعدة إن السك تربيع أو السك ثيتا، نكتبها سك ثيتا، خلها كما هي. السك ثيتا هي واحد على كوساين ثيتا. السك ثيتا يساوي واحد على كوساين ثيتا، وبالتالي السك تربيع ثيتا يساوي واحد على كوساين تربيع ثيتا. ممتاز. إذا هذه من متطابقات المقلوب اللي أخذتها سابقا. طيب ليش ما تشيل السك هذه أنت وتحط مكانها واحد على كوساين تربيع ثيتا؟ إذا أنزل طبعا يساوي هنا واحد زائد السك تربيع ثيتا، خلها واحد على كوساين تربيع ثيتا. ممتاز. والساين تربيع ثيتا تظل كما هي، الساين تربيع ثيتا يساوي طبعا الساين تربيع ثيتا. هنا انت تخليها الساين تربيع على كوساين تربيع. ليش؟ هذه مقامها بسطها واحد. طيب إذن انقل هذه أو خلها هذه في البسط كما هي، بتكون عندك واحد زائد ساين تربيع ثيتا على كوساين تربيع ثيتا. طيب أنت عندك قاعدة سابقة تقول أن الساين تربيع ثيتا على كوساين تربيع ثيتا يساوي تان تربيع ثيتا. إذن ليش ما أشيل هذه وأحط مكانها التان تربيع ثيتا؟ وبالتالي يساوي واحد زائد ساين تربيع ثيتا على كوساين تربيع ثيتا، حط مكانها تان تربيع ثيتا. أيضا عندي قاعدة سابقة فيثا غورس تقول أن الواحد زائد تان تربيع ثيتا يساوي إيش؟ يساوي سك تربيع ثيتا. إذا ليش ما أشيل هذه يا شباب وأحط مكانها سك تربيع ثيتا؟ إذن لاحظ معي أنا ابتديت من الطرف الأيسر وانتهيت بإيش؟ بالطرف الأيمن اللي هو سك تربيع ثيتا. وبالتالي إذن المتطابقة هنا وش فيها؟ المتطابقة صحيحة، ابتديت بالطرف الأيسر وانتهيت بالطرف الأيمن. هذه أيضا من ضمن الحلول اللي أنت تقدر تحلها. طيب يجي واحد يسألني يقول يا أستاذ لو بديت بالطرف الأيسر في النهاية ما طلع عندي هذا، يكون عندك احتمالين، إما أن حلك خطأ واستخدامك القواعد خاطئة، أو أن المتطابقة ليست صحيحة. فحنا نقول لازم تتأكد من استخدامك للقواعد علشان يكون حلك وش فيه، علشان يكون حلك صحيح. إذن هذا حل السؤال اللي أمامي. طبعا نروح للسؤال اللي بعده، هو آخر سؤال عندي. برضو سؤال 12 في صفحة 144. سك ثيتا ناقص ساين ثيتا يساوي واحد ناقص ساين ثيتا على كوساين ثيتا. لاحظ معي أبي أبدأ بالطرف الأيسر، طبعا هو الطرف تقريبا الأكثر تعقيدا. إذن الطرف الأيسر اللي هو left hand side، أو أكتبها الطرف الأيسر. نلاحظ أن السك ثيتا ناقص تان ثيتا يساوي، أنا عندي قواعد سابقة، قوانين سابقة، هي إيش؟ أن السك ثيتا يساوي واحد على كوساين ثيتا، والتان ثيتا يساوي ساين على كوساين ثيتا. إذا ليش ما أشيل السك هذه وأحط مكانها هذه؟ وبالتالي سك ثيتا هي واحد على كوساين
ثيتا الناقص تنزل، التان ثيتا أشيلها برضو هذه وأحط مكانها ساين ثيتا على كوساين ثيتا، إذن ساين ثيتا على كوساين ثيتا. لاحظوا معي يا شباب، هنا إيش فيها؟ المقامات موحدة، صح ولا لا؟ إذن أطرح اللي فوق وأخلي اللي تحت كما هو، واحد ناقص ساين ثيتا على كوساين ثيتا. إيش رأيكم يا شباب؟ هذا هو إيش؟ هذا هو الرايت هاند سايد، هو الطرف الأيمن. إذن هو الطرف الأيمن. إذن وش تكتب أنت هنا؟ المتطابقة، إذن المتطابقة صحيحة، وهو نهاية هذا الحل. إذن لازم يا شباب نستخدم المتطابقات ونعرف حل المتطابقات اللي أمامنا. يعطيكم العافية، أشكر لكم حسن استماعكم. للقاء طلابي وطالباتي الأعزاء في لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.